السلام عليكم كدير لاباس بيكم بخير هانيين ولاتكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم تبعوا معايا الدجاجه ديولي عرفتهم باغي نبداو بايطوك انا كيدو يقاقيو كما كيقولوا جبت لهم البيضه هانية جبت لهم الماكله عشان انا باغا اول مره خصني بايطوك كت 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 راه غاليه كت 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 عاد 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 كت كت نوري الطريقه الطريقه هذه ديال الدجاجه اللي بغيتي تبيض بغيتها تبيض شي محبيضه انتي باغاها زعما ما بغيتهاش تبيض شي بلاصه اخرى كتجيبي الماكله كتحطها على هنا وعلى البلايصه زيدي على الباب الفران زيد الفران باينه سيري كملي حطي من الماكله هنا البيضه ها هي كت 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 هاكا الريالين لا لا قلق 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 كت 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 قلق 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 روحي الماكله روحي الماكله باش تشوفوا باش هما غادي ياكلوا في نفس الوقت غايشوفوا البيضه ها الفران لداخل الفران داخل الفران داخل روحي في الفران لداخل باش تبان لي ما تشوفهاش هي تبقى تدور تبقى تدور صافي وتشوف في البيضه وتبقى تلقلق 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 صافي وراه غادا تبيض ان شاء الله ملي غتبرك في المحبيضه راه غادا نوريها لك ماشي الفيديو تبعوا معايا الفيديو راني مازال غنكمل لكم باش غيبداو يبيضوا تما في هذيك البلايصه ايوا لكم دابا غادي المهم يشوفوا البيضه راه كاينه تما حتى ان شاء الله بداو غيبيضوا خاصهم لقطتهم لا الاخرى ما تشوفهمش انت كما كتشوفوا هذا الفروج كيقيد لها يعني الدجاجه ملي كتبغي تبيض كيبقى يوقف حداها ويبقى يقاقي يقاقي ليها شفتو قبيله كيقاقي عرفتهم راه غاديين صافي يدخلوا المحبيضه انا صايبت ليهم اول مره هي الدجاجه غادا تبيض صايبت لها ديك المحبيضه ها هو الفروج كيبقى حداها فاش كتكون هي داخله تبيض كيبقى واقف حداها هي تاهي راه داخله غادا تشوفني وغادا تنوض المشكله قربكم من غير واحد شويه باش تشوفوها بقى كاع ما بيضات شارع يا نادة تشافتني قربت ونادت المهم بقى ما بيضتش هيا خرجت من الجار خرجتوها غترجع دابا غترجع غير انق ملي جيت عندها وهي تنوض انتو كيما كتشوفو هذا الجيش ديالي كنحاول نوكلو في هذيك البلايصه اللي قلت لكم باش يبقى يطلع ديما على ديك المحبيضه حاطه لي واحد البيضه الحمد لله وحده راه صافي ولات كتبيض لي تما كنتمنى الاخرين حتى هما نيه يبيضوا لي في ديك المحبيضه ها هي غير محبيضه بسيطه دايرها ليهم صافي تما ندرك عليهم من هكا ومن هكا ونحط لي من الماكله مره تما نيه باش ديما ياكلوا ويشوفوا في ديك المحبيضه باش اي دجاجه بغات تبيض تبان لها البيضه تما وتبان لها ختها كتبيض صافي كتجي عندها حتى هي تولي تبيض تم باش ما يمشيش ليا عند الجيران ولا عند الدوار كنعلمو بها الطريقه اي واحد عندها تجي جات ديرها الطريقه وترد عليا الخبار هانتوما كما كتشوفوا الدجاجات مره كياكلوا كيبان ليا مره كيطلع هانتو كيما كتشوفو وحده ولات كتبيض لي فيا الحمد لله كنحاول نجيب الاخرين تاهمايا مره نعطيهم ياكلو مره تاهما كيطلعو على البيضه هانتو ها هادوك البيضات كيبان وحده غير حاطها لها وحده الحمد لله راهي بيضات والاخرين غير كيدورو تاهما كيقاقيو نتمنى يدخلو ليا المحبيضه تاهما ويبيضو باش ان شاء الله الدجاجات عندي كلهم يبيضوا ليا في محبيضه وحده يجمعوا ليا البيض بلا ما بقى كل وحده تجري ليا في قنت هانتوما هذه الطريقه ديال الشيبه كيفاش تغرسوها واخا يكون عندكم الضص المهم كدرت واحد الفيديو ديالها وما دخلش ليا فاش كتكون غرس فيها تسجلت وبغيت نحطه ايوا كما نقولوا طار ما دخلش عندي التليفون بقى فيا الحال بزاف ولكن ما كاين باس قلت غادي نوريكم ونشرح ليكم هذه شيبه بالنسبه للناس اللي عندهم الضص شدوا رويده تكون صغيره من هذا الحجم اللي انا درت حيت لقيت غير هذه الكبيره شديت هذيك الرويده وعمرتها بالتراب مزيان ودرت لها واحد الحفره الوسط وحطيت فيها الشيبه ديالي هيا كما كتشوفوا ها
المهم دابا كتبان لكم دلي دوك العويدات ديالها، ولكن من بعد الى شدت ان شاء الله راه غيتقعدوا دوك العويدات، وغدا نولي ان شاء الله نشرب من اتاي. المهم الى شدت غنرجع ندير لكم على فيديو نقول لكم ها هي شدات كرمات، غنقول لكم راه ما صدقاتش. المهم تحطوا التراب في داك الرويده، تحاولوا تعمروها مزيان وتزرعوا الشويبه ديالكم الوسط وتردوا على تاي التراب وتحاولوا تسقوها كل نهار. ها هي ديما تنكب عليها انايا الماء، ها هي تخويو عليها الميه كما هكا كنسقيها مستيم. ها هي حاطه حدا دوك الوريدات ديالي اللي زارعه، هادي نايضة حدا الخبيزة عجبتني ما بغيت كاع نحيدها من حدا ديك هاديك الوريدة. وهاد تما كيما كتشوفو ها الشيبة ديالي وسط الرويدة، التراب ديالها كنسقيها بالماء. هانتوما كيما كتشوفو كلشي باين كلشي واضح. كنتمنى هاد شدي ان شاء الله، حيت بان ليا واحد العريش هذا باقي زوين، هادو اللي كيبانو ليا معرفتش ما الواو واش غيشدو ولا لا. مهم راه ثلاثه العريشات انا زارعه، الا شد واحد راه مزيان. ايوا هانتو اللي بغى يزرع الشيبه غيزرعها. مهم زرع عدو في الداخل واخا يكون عدو الدص شي بلايصه، يدير غير الرويده وعمرها بالتراب ويزرعها. ايوا هادشي اللي كاين.